إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الرب من العباد. حسبنا الخالق من المخلوقين. حسبنا الرازق من المرزوقين. حسبنا الله هو حسبنا. حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الوجه الكريم، يا ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافنا وعاف المسلمين أجمعين. اللهم عافنا من الأمراض والأسقام والعلل، وعاف المسلمين أجمعين. اللهم داونا بدوائك، وعالجنا بعلاجك، وقونا بقوتك، وارزقنا بفضلك العظيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في أحد من كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا رحمن يا رحيم، أنت القوي وليس أحد أقوى منك، أنت الرحيم وليس أحد أرحم منك. رحمت يعقوب فرضت عليه بصره، ورحمت يوسف فنجيته من الجب، ورحمت أيوب فكشفت عنه البلاء، وأمرتنا بالدعاء وتكفلت بالإجابة. فاللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا. اللهم ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا إننا مسنا الشيطان بنصب وعذاب. ربنا إننا مسنا الشيطان بنصب وعذاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا رحمن يا رحيم، نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها.